اهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشة القناة الاولى والفضائية المصرية من التلفزيون المصري. حلقة جديدة النهاردة من برنامجنا الشهير اكلت امي. اكلت ام النهاردة بنهديها لكل اولادنا واطفالنا اللي في الامتحانات واللي بيذاكروا واللي محتاجين مجهود كويس. النهاردة مع بعض بنشتري الناجتس من اي سوبر ماركت او المحلات اللي بتبيع الحاجات الجاهزة، بنعملها في البيت بطريقة سهلة وبسيطة زي الناجتس اللي تشيكن مثلا بتتعمل ازاي، لها تفاصيلها بسيطة وسهلة ومكوناتها في متناول الجميع. اذا كان توست مع صدور فراخ هنشوف نعملها مع بعض ازاي ونتلاشى المشاكل اللي ممكن تواجهنا، زي ما يكون فيها مية مش مستوية من جوة، فيها دم، الحاجات اللي ممكن ولادنا ما يردوش ياكلوها من الطريقة دي. احنا نعملها النهاردة بطريقة سهلة وبسيطة. معنا الأوفوكادو النهاردة أكلة الرياضيين، ممكن يكون سعره غالي شوية، خلونا نعمله النهاردة بطريقة مصرية. هو طبعا من المقبلات الأساسية في المطبخ المكسيكي. هنعمله ازاي؟ مع بصل مع خبز التورتيلا كده المقرمش، لطيف وجميل ويعتبر طبق مقبلات أساسي. التومية فيها أقاويل كتيرة، بتتعمل بالتوم والمايونيز ولا بتتعمل بالنشا؟ النهاردة هنحسم القول فيها ونعملها بطريقة سهلة وبسيطة هتعجب حضراتكم. معانا ساعة من الوقت إن شاء الله هنعمل كمان البوريك بالجبنة مع حبة البركة بطريقة سهلة وبسيطة، وإزاي نعمل عجينة البوريك جوه البيت ونحشيه جبنة موزاريلا، نحشيه جبنة قريش بتاعة الريف المصري والصعيد المصري اللي بوجه له تحية كبيرة من التلفزيون المصري. أنا مش عايز أطول على حضراتكم لأن عندي تفاصيل كتيرة ومعلومة غير معلومة، وبالتأكيد الحلقة النهاردة عشان ولادنا اللي بيذاكروا واللي بيمتحنوا، نتمنى لهم التوفيق كل نجاح إن شاء الله. هنطلع فاصل صغير وبعد الفاصل أوعى تروحوا بعيد. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لتفاصيل عمل أكلات بسيطة وسهلة، وأعتقد إن هي مش تكلفتها عالية، ولكن اللي يهمني في الموضوع إن إحنا بنشتري حاجات جاهزة من بعض السوبر ماركات مستوية نص سوا، نجي على البيت نعملها، بيحصل فيها بعض المشاكل. المشاكل بتيجي منين؟ مش سوء تصنيع ولا حاجة، اللي ممكن الحفظ في التلاجة مش كويس، التلاجة فكت ورجعت اتجمدت تاني. فخلونا نتلاشى الموضوع ده ونعمل الحاجة دي في البيت ونضمن السلامة. ايه رأيكم؟ تعالوا مع بعض نعمل الناجتس النهاردة بطريقة سهلة وبسيطة، واعتقد الناجتس دي الأطفال بيحبوها، اللي هي التشيكن ناجتس، فراخ كده مقرمشة صغيرة مثلثات مربعات بتلاقوها شكل نجمة. الحاجات ديت والتفاصيل ديت هنشوف نعملها مع بعض ازاي. معانا صدور فراخ حلو قوي، دي لازم تتعمل بصدور فراخ، او تجيبي فرخة سليمة وتخليها، فخليكي من العذاب ده وجيبي صدور فراخ. معانا توم، معانا بصل بودر وتوم بودر، وكمان الفليفر اللطيف الحلو، شويه زعتر شويه روزماري وفصين من التوم، كل ده يتفرم في قلب بعضه. الماده المتماسكه هنا هيكون معانا طبعا شرايح من التوست. تعالوا نشوفوا نعملها مع بعض ازاي، ودي قدره طبعا ده موجود معانا اللي احنا هنغلفها بيه وتتقدم معاها بشكل لطيف. تعالوا ناخد صدور الفراخ مع بعض، هنخليها كده الاول عشان بس انا عايز اعمل حاجه، يعني تقريبا دولت كده يكفوا الكميه اللي انا عايز اعملها. حلو قوي، ونشيل دي من هنا ونوسع لنفسنا شويه. اللهم صل على النبي. وناخد شرايح التوست دي كده، نشيل الاطراف بتاعتها. حلو، لازم نعملها بتكنيك عالي عشان نضمن ان الفراخ مستويه من جوه وما فيهاش ميه ولا فيها دم. هناخد الشرايح دي كده، بنشيل الاطراف وهنفرمها مع الفراخ مع التوم مع بصلايه كده، وندي الفليفر اللي احنا حابينه. يعني انت بقى بتحب الفلفل الاسود، ولادك بيحبوا السبايسي، ممكن تخليها سبايسي شويه، مفيش اي مشكله. حلو الكلام. ادي التوست ده كده، هنقطعه بالشكل ده كده زي ما هو، وعندنا الكبه بتاعتنا لطيفه وزي الفل. هنحط التوست هنا، وناخد صدور الفراخ دي تقطع كده، كل ما تقطعها صغيره كل ما هي تتفرم معاك بسرعه، والسكينه بتاعت الخلاط كمان ما تبص معاك بسرعه. خلي بالك اذا يكون فيها عض ميه هنا ولا كده، ساعات ممكن صدر الفرخه ده بيبقى فيه عض يبوظ لك الايه الخلاط. حلو، ناخد كمان صدر بالشكل ده كده. حد بيقول لي تتعمل باي الوراق مثلا، عندك الوراق بتاعه الفراخ او الدبابيس؟ لا، هي تفضل عملها بصدور الفراخ افضل حاجه بالشكل ده كده. طبعا انا بقطعها صغير عشان ما تاخدش وقت كبير في الفرم وصوت الخلاط. هننزل بدول كده، اللهم صل على النبي. عندنا بقى ايه يا عم الشيف؟ شويه
توم باودر كده وبصل باودر. وايه المشكله لما نحط فص توم طازه؟ بيدي طاقه. اسئله بتتسال دلوقتي من الكنترول، ينفع نحط بدل التوست بقسماط مطحون؟ لا ما ينفعش طبعا، البقسماط المطحون هيكتمها. عصره ليمون زي الفل. معانا من النشا معلقه صغيره كده عشان تبقى كريسبي، تغليفه حلوه. حلو قوي. كل دي دلوقتي جوه الايه الموضوع. معانا ورقتين ريحان. شوفي بقى هنا الاضافات بقى، ممكن اللي بتشتريها من السوبر ماركت او من المحلات بتاعه الاكل ديت ما بيكونش فيها الفليفر ده. ورقتين ريحان حلوين كده بيدوا طعم وفليفر حلو قوي. خلي بالك اهو، نظبط الملح بتاعنا والبهارات، كل ده في قلب الكبه. حلو، ولادك بيحبوها سبايسي ممكن تساليهم. هنحط شويه بابريكا كده، شويه زعتر حلوين. دي طريقتي، واللي عملها ما وقفهاش، يعني مش لازم نعملها بنفس الطعم اللي بنشتريها، انت ابدعي فيها وفكري فيها انك تطوري فيها، وده مطلوب منك يعني. شويه الملح التمام والفلفل الاسود، كل ده في قلب الايه الخلطه. كل دول يا عم الشيف هينضربوا في الخلاط دلوقتي. اوعى تحطي ماده دهنيه خالص، الماده الدهنيه ملهاش مكان هنا خالص بينا. كل دول يتفرموا كده. اول حطيتي تاني معلش عشان الساده المشاهدين دلوقتي اللي عايزه تعملها لاولادها النهارده في عجاله كده. التوست شلنا الاطراف بتاعته وحطيناها وقطعناها هنا، صدور الفراخ قطعناها، توم طازه، بصل باودر وتوم باودر حطيناه، اللي هو مش موجود يبقى احسن مفيش مشكله، بس هي علشان ايه بتدي طعم كده مميز زي بتاعت بره، عشان بس تبقى احنا فاهمين الدنيا ماشيه ازاي. معلقتين نشا، ورقتين ريحان اخضر فريش زي الفل، البهارات بتاعتنا ملح وفلفل وشويه بابريكا مع شويه زعتر. خلونا عشان ما نزعجش الساده المشاهدين بصوت الكبه، هنضربها في الفاصل بس عشان تبقوا حضراتكم عارفين ايه خط السير الموضوع. كل دول هيتفرموا في قلب الكبه، هتدينا عجينه. العجينه دي طبعا هناخدها بنفرتها على النشابه بتاعتي او زي عجينه البيتزا بالظبط او زي المعجنات، وبنقطعها زي ما احنا عايزين. في قطاعات صغيره بقى بتتباع في السوبر ماركت او في محلات الادوات المنزليه، شكل نجمه، شكل مربع، الحاجات اللي احنا حابينها، مستطيل وهكذا. كل دول مع بعضيهم وبنحنا بنبدا ان احنا نحطها في دقيق الذره اللي معانا ده كده، شايفين دقيق الذره ده اهو. ايه المرحله الثانيه يا عم الشيف؟ بعد ما بنخلط كل المقادير دي مع بعضيها عشان يبقى في المصداقيه اللي اتعودنا عليها من الشيف المغازي، بتدينا عجينه. العجينه دي بنفرتها ونقطعها باشكال ولادنا بيحبوها ونحطها في دقيق الذره. التفاصيل دي هنشوفها بعد الفاصل، اوعى تروحوا جاي، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، محلك سرك يا ابو الشيف. والله دي بنت حلال، يعني تخيلوا الصوت المزعج ده كنا سمعناه قبل الفاصل، شفت ازاي ان احنا هي بتيجي بالصدف كده؟ احنا شغلناها طبعا في الفاصل عشان تعرفوا المصداقيه، واشتغلت معانا الحمد لله، كانت السكينه مش مظبوطه. العجينه معانا اهي زي الفل، مش محتاجه اي حاجه، شيلها زي ما هي كده اهي. الله، شفت الخلطة؟ نفس المقادير اللي كانت قبل الفصل، هقولها تاني عشان اللي ما تابعش من الأول. صدور الفراخ حطيناها مع بعضيها بعد تقطيعها كويس، حطينا معاها بصل بودر وتوم بودر، والتوست اللي أنا شلت الأطراف بتاعته ما تحطوش في حليب، يتحط زي ما هو كده علشان ده بيخلي العجينة ناشفة ونفرتها زي ما احنا عايزين. كل دول مع بعض يا عم الشيف مع البهارات بتاعتنا، البابريكا والملح والفلفل الأسود والزعتر، كل دول مع بعض. في الاخر كان عندنا عجينه زي دي كده اهي، شفت العجينه اهي. معانا بقى هنا رقائق او دي الذره، او بتجيب البقسماط او تجيبي الكورن فليكس ده يتفرم ناعم زي ما انت عايز، بس انا عايز اعملها بدي الذره. خلي بالك بقى هنا الابداع يعني. شفت العجينه لطيفه وحلوه اهي. حلو، هنفرتها مع بعض كده بالشكل ده كده. الناجتس على طريقه الشيف المغازي، ده دي ذره بتباع في اي سوبر ماركت اهوت، كانك بتفرد عجينه عادي. دي ذره ده طبعا في بعض المحلات بتاعه البيتزا بتستخدم البيتزا فيه. بنفرد العجينه كده، طبعا وانت بتفرديها بتحط شويه دي ذره كده اهو،
وتقطعها زي ما انت عايزها. بقى عندنا زيت بيسخن على النار، دي ما يتحطلهاش بيض ولا يتحطلها بقسماط. البقسماط لو انت عايزه تستبدلي البقسماط ادي الذره بالبقسماط، خلي بالك. شفت ازاي العجينه معانا زي الفل، كانك بتعجن عجينه بيتزا او بتفرد عجينه بيتزا بالشكل ده كده. استخدم النشابه نوسع كده، انا عايزها رقيقه عشان لما تتحمر تبقى مرمشه. حلوه، اقطعها بقى زي ما انا عايز. عملتها في البيت ما كلفتكيش حاجه، بتعملي الكميات اللي انت عايزاها. ممكن على فكره تجهزيها وتحطيها في الديب فريزر، تخزنيها من الحاجات اللي ممكن تتخزن في تبريد عالي بالشكل ده كده زي الفل. عندنا القطاعات ديت معانا، في من الاشكال القطاعات دي كتير اهو، فقال بيضيق الدوره كده بنحطه شويه. معانا كده مخرجنا الجميل فرسان التلفزيون المصري، الاساتذه المصورين حبايبي، الناجتس التشيكن ناجتس في عجاله اهو، شفتي اهو تاني اهو، شفت الطريقه ديت اهو. انت بقى اشتري الحاجات اللي هي اشكال نجمه واشكال حلوه كده الاولاد بيحبوها، ممكن تعملها في البيت تبقى حلوه اهو. نقطع شويه كده مع بعض، عايزاها اصغر من كده، معانا قطعه زي دي كده اهو اهو، الجو ده كده. التفاصيل دي موجوده معانا مخرجنا الجميل حبيب قلبي اهو، شفت الحاجات اهو اهو، ونفس القصه هنا كده. البسكويت او الكحك اللي بقى عندنا والمتكسر عموما، ممكن ده نعيد هيكلته ونعمله مع الكب كيك. كب كيك عادي خالص اللي هو الدقيق والبيض والحليب، وندخل البسكويت المتكسر ده في المقادير بتاعه الكب كيك او الكحك المتكسر. فكره حلوه ولطيفه. انا بشيل الناجتس ده كده اللي انا مقطعها مربعات صغيره، فيك تقطعها صغيره فيك تقطعها كبيره. عندنا كاسرولة فيها دقيق ذره، ونغلفهم كده من غير لا بيض ولا اي حاجه اهو. عندنا الزيت بيسخن على النار، كميه حلوه اهي زي الفل. العجينه الباقيه دي كده بنلمها بالراحه ونعيد هيكلتها تاني، نعجنها اهو اهي. شفتي دي الذره ده بقى كده بتخش جوه العجينه وتفرديها تاني وتتعاملي معاها وتقطعي الاشكال اللي انت حباها اهو بالشكل ده كده اهو. العجينه اهيت، دي ما فيهاش ماده متخمره ولا حاجه، يعني لمها كده وافرديها على طول اهي زي الفل. حلو، ناخد دول كده مع بعض ونروح عند الزيت بتاعنا اللطيف الحلو. ايه الاخبار هنا؟ درجه حرارته عاليه تمام. ازاي احمر الناجتس بتاعي في قلب الزيت غزير بالشكل ده كده اهو، يلا زي الفل. على مسؤوليتي دلوقتي، لا تفك منك ولا اي حاجه، الزيت تمام وزي الفل يا برنس. يلا تمام. ازاي عملنا الناجتس على طريقه الشيف المغازي بدي الذره صغيره وكبيره حسب ولادك ما بيحبوها. يعني احنا عملنا هنا تقريبا 20 30 40 واحده، انت بتشتري من السوبر ماركت الكيس فيه 12 قطعه مبلغ وقدره. حلو الكلام، وكل يوم هتلاقيها بسعر حلو ومش عارفه ايه المكونات بتاعتها، طعمها حلوه بس مش عارفه، هتلاقي على الكيس مكتوب مقادير كتيره وحاجات كتيره كده اهو، شفتها بتتحمر طبعا. تستني شويه ونطلع الكميه دي كده مع بعض. انا عايز تكوني في المطبخ زي ما الشيف شغال كده، عندك ثقه في نفسك الحاجه بتعمليها، وما تتخضيش من اي حاجه، الاهم حاجه انك تعملي الحاجه اللي انت حباها واولادك بيحبوها. ده حاجه زي الوايت صوص كده، بياخد مسترده ومشروب وكريمه ويتحط على الرولز اللي هو البيف، لحمه مفرومه بتتبل عادي بنفس التتبيله اللي انا كنت بتبل بيها دلوقتي، تحط معاها توست تحط معاها بقسماط وبتلفها رولز كده وتحشي جواها جزر وبيض مسلوق. وحمر الناجتس اهيت صغير وكبير في قلب الزيت حمرنا شويه معانا همت، وبنحمر الجزء الثاني. هنعمل معاها دلوقتي توميه. التوميه دي بتتعمل ازاي يا شيف؟ بتتعمل بالمهلبيه، ممكن ان احنا نعملها بالبيض عادي بالمايونيز. حلو الكلام، ادي شويه كمان اهو زي الفل.
دي بقى مفيش بقى تفك في الزيت والجو اللي احنا عارفينه. اه اللهم صل على النبي. اه وضمنت ان هي مستويه ومقرمشه وفيها الطعم والفليفر اللي هو الريحان. ممكن تحط روزماري، ممكن تحط الفليفر اللي اولادك بيحبوه. الناجتس بتاعنا الحلوه حاجه لذيذه وبسيطه كده وعملتها في البيت. عينيا افتح لك علوي. حاضر. وعايز اشوفها مستويه ولا مش مستويه؟ حاضر عينيا. احنا مش بنهزر يا شفيق. شفتي؟ اه. وفراخ اللي انت بتشتريها هي فراخ اه، بس مكوناتها دي فراخ صميم كتير يعني اهو. عايز واحده عينيا اهي. اه اه شفت؟ بص عليها كده. اه 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 من جوه مستويه. اه اه اكل على الهوا تسمح لي؟ اه اه زي الفل. اه تمام. هنحطها كده في النص. اه الشويه الصغيرين دولت الاطفال الصغيرين يحبوها. اه عامله زي الشيبس او عامله زي الفشار. حلو. اه على فكره ممكن تعملي حاجه حلوه احسن مني. تجيبي العجينه اللي انا عملتها دلوقتي. بجد لازم اقول المعلومه ديت. اه العجينه دي اهي. هقول لك على حاجه حلوه كده سريعه يعني. هتسمعي كلامي وتعمليها. هتجيبي العجينه دي. طالما احنا دخلنا في موضوع الحاجات اللي الاولاد بيحبوها واحنا عندنا اولاد وكلنا اولاد كلنا ما بياكلوش اي حاجه. هتجيبي العجينه وتعمليها بالشكل ده كده. اه اه شفت انا بعمل ايه؟ شكل كده ايه عشوائي. اه وعندنا الزيت اللي انا كنت بحمر فيه من شويه. اه وهحمر دولت كانك بتعملي فشار. اه على فكره في بعض المحلات المشهوره بتعمل الحاجات ديت وتتباع الكيس فيه 10 حبات ب 30 جنيه. اه زي ما انا شغال بايدي كده. اه عندك زيت بيسخن هنعمل شويه كده ونحمرهم مع بعض دلوقتي. اه شكل كده واحده صغيره واحده كبيره. انا بقى احبها قوي على فكره. دي بتبقى مقرمشه كده لطيفه واسمع صوتها وانا باكلها بما فيها من مكونات من النشا ودقيق الذره. ودقيق الذره مهم جدا ومفيد جدا اهو. شايفه اهو قطعي شويه زي دول كده وحمروه في قلب الزيت دلوقتي. وده شكل جديد مع التوميه اللي انا هعملها دلوقتي. اهو ادي قصه الناجتس بتفاصيله كلها علشان ما نشتريهاش من بره. احنا مش بنحارب منتج ولا حاجه. انا مع الام اللي بتحب تعمل حاجات لاولادها في البيت بنفس العجينه. جات السيره وجات اللي احنا نتكلم عنها. اه بشكل بايدك ولا نشابه بقى ولا تفردي. والشكل ده ممكن يكون شكل مثلا رسمي زي ما بيقولوا. لا انا شخصيا بحبها كده. اه اه بتخش المطبخ يا شيف في البيت عندك؟ بخش المطبخ وبعمل الحاجات ديت. ولازم ان انا طبعا يعني يقول لك اديني فرصتي اطلع ايه خبرتي. يعني انك انت الواحد يخش المطبخ يعمل حاجه حلوه، حاجه عايز اجرب عليها كده. ما هو المطبخ ايه؟ عملت حاجه وعجبتني بقدمها لحضراتكم. اه شفتي المكونات بتاعتها؟ اهي اهي. شفتي بقى شويه كتير ازاي؟ هنحمره في قلب الزيت دلوقتي وهتسيبي اللي انا عملتها دي وتاكلي ديت. اه بنفس العجينه. اهي عينيا حالا دلوقتي اهو. اه اه حاجه لطيفه وحلوه والاولاد هيحبوها. حامله زي الايه؟ الفشار. اه اه وعلى فكره ممكن تتخزن بالشكل ده. كل اللي انا هعمله دلوقتي هعمل ايه؟ هاجي كده عليهم واحط شويه دقيق ذره. يا جمالك يا شيف، يا دلعك يا شيف. اه حلو. وناخد الخليط ده كده. استاذن الاستاذه ريحاب وفريق العمل الجميل نطلع بمقادير الناجتس تاني للساده المشاهدين علشان يعملوها لاولادهم النهارده بالطريقه اللي انا بعملها دي كده. اه في قلب الزيت. اه ليه حطيتها في دقيق ذره يا شيف؟ عشان ما تلزقش ببعضيها. اه 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 حاجات لطيفه وسهله قيمه غذائيه عاليه جدا. اه فيها الثوم، فيها البصل، فيها الفراخ، فيها التوست. اه والزيت يكون غزير. اه ما تقعدش في الزيت كتير دي عشان مش هتستوي بسرعه. عينيا حاضر. اه المقادير على الشاشه تاني. اه زي الفل. اه العجينه بنفس المكونات اللي انا عملتها تضمن ان هي مش هتفك في الزيت ولا تنشف منك وتبقى طريه وزي الفل. اه وجود التوست هو البطل في الموضوع. توست اللي هو شرايح التوست. اه الله المقادير على الشاشه تاني. اه زي الفل تمام. ادي طبق تاني طلع معايا هنحطه مع بعضيه زي الفل. النظافه اهم حاجه يا عم الشيف. اه حاضر عينيا. اه اه شفت؟ بص عليها كده مخرجنا الجميل. اه اه زلابيا دي زلابيا لا مش زلابيا. اهي ناجتس صغيره اهي زي الفشار. اه خلينا ناخد بعدين ونطلع فاصل صغير وبعد الفاصل اوعى تروحوا بعيد. افكار بسيطه وسهله لاولادنا عشان يحبوا ياكلوا من ايديكي. اوعى تروحوا بعيد. تابعونا بعد الفاصل. حلقتنا النهارده ببساطه سهوله مرونه.
قدرنا ان احنا نجاوب على سؤال مهم جدا، وخاصه التوميه صديقه المطبخ الشامي. عملنا الناجتس فراخ النهارده، والتشيكن ناجتس المسمى بتاعها بطريقه جديده وسهله وباشكال مختلفه. عملنا سلطه لطيفه وجميله وطبق مقبلات في المطبخ المكسيكي بنضرب له تعظيم سلام، عملناه بطريقه مصريه سهله وبسيطه. تقدري تتحكمي في الفليفر اللي انت عايزاه. رؤيه فن ابداع، بنشوف دايما الشيف المغازي متالق على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. الكلام ده منين يا شيف؟ من ماس بيرو. We'll be right back.